نيوز، السلام عليكم. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران بسبب الأخطاء التي احتوى عليها الاتفاق، مشيرا إلى أن طهران خدعت العالم في هذا الخصوص. وأضاف أن من دعموا الاتفاق النووي زعموا أن توقيعه سيجعل منطقة الشرق الأوسط أكثر استقرارا، لكن شيئا من ذلك لم يحصل، إذ زادت طهران وتيرة عدائها بعد الاتفاق، واستغلت ما حصلت عليه من أموال لتأجيج الأوضاع في الشرق الأوسط على حد قوله. جاءت أقوال بومبيو خلال ندوة لعرض استراتيجية واشنطن بالتعامل مع إيران. سنمارس ضغوطا مالية غير مسبوقة على إيران، والعقوبات ستزداد إيلاما ما لم تغير إيران مسارها. لن تكون أبدا بعد الآن مطلقة اليد للهيمنة على الشرق الأوسط، ونعد بملاحقة العملاء الإيرانيين وأتباعهم في حزب الله في كل أنحاء العالم بهدف سحقهم. نعم، والحديث أكثر في هذا الصدد ينضم إلي عبر خدمة سكايب سيد جارد كابلان، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية من لندن. سيد جارد، مرحبا بك. أولا، يعني بومبيو طالب إيران بالانسحاب من الميدان السوري، كيف يمكن أو كيف تستطيع اليوم الولايات المتحدة تحقيق هذا المطلب أيضا؟ هذا صحيح، طالب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية من إيران لانسحاب قواتها من الأراضي السورية. الولايات المتحدة نريد أكثر من ذلك من الإيرانيون. نحن نريد أن إيران وقف كل انشطاتها اللي تزعزع الاستقرار الأمني. كان ذلك السبب من الأسباب وراء القرار الأمريكي لانسحاب من الاتفاق النووي. نريد أكثر من التأجيل في برنامج النووي الإيراني. نريد أن طهران توقف كل انشطاتها وجهودها لتدوير القنابل النووية. كمان تكلم اليوم وزير الخارجية مايك بومبيو عن أهمية أن نستخدم كل النفوذ المتوفرة على طهران لفرض العودة إلى طاولة المفاوضات. نريد أكثر من ذلك. نريد انسحاب قوات طهران من الأراضي السورية، ونهاية لدعمها لمنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط، في جنوب آسيا، للحوثيين ولحزب الله كمان. سيد كابلان، يعني بومبيو نادى بممارسة ضغوط مالية حثيثة على طهران وغير مسبوقة، ما الهدف من هذه الضغوط المالية؟ ومن الجانب الآخر، هل هي محاولة يعني لإسقاط النظام الإيراني؟ ورأينا أيضا تصريحات قبل قليل من قبل مسؤولين إيرانيين يعني يعترفون بأن هذه المحاولات الأمريكية تهدف إلى ذلك. في الأيام بعد الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني كان هناك قرار لطهران لتحسين اقتصادها أو لاستمرار التمويل للعنف حول العالم في المنطقة الشرق الأوسط خاصة، وكان ذلك غير مسبول. نريد أن نرى في إيران إمكانية لتحسين الاقتصاد، العودة إلى المجتمع الدولي، ولكن كان الرد من طهران واضح جدا. طهران رفضت ذلك، وأعلنت الحكومة الأمريكية الأسبوع اللي فات عن عدد كبير من العقوبات الاقتصادية الجديدة فرضت واشنطن على طهران، ونتوقع استمرار هذا في الأيام الأسابيع والشهور القادمة، عقوبات إضافية على طهران لفرض العودة إلى طاولة المفاوضات. نحن عندنا احترام كبير جدا للشعب الإيراني، ولكن نريد أن نرى هذا نسبة من الاحترام من الحكومة إلى شعبها كمان. سيد كابلان، يعني بومبيو يقول بأنه أو بلاده ستسحق الإيرانيين أو القوات الإيرانية بالوكالة في العالم أجمع، هل هذا سيتم بالمساندة أو بالتحالف مع دول عربية في المنطقة؟ ونحن في الولايات المتحدة نريد التنسيق والتعاون مع كل حلفائنا وشركائنا حول العالم لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على طهران في شكل منسقة.
هذا الأولوية لنا. نحن في اتصال دائم مع حلفائنا في الشرق الأوسط، في عواصم الأوروبية والحول العالم، كما قال مايك بومبيو. نحن في اتصال مع الحكومات مثل في أستراليا وكوريا الشمالية وكمان في الشرق الأوسط لبني هذا الائتلاف الجديد من الضغط على طهران. السيد جارد كابلان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، كنت معي عبر خدمة سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.